يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 والنوام والطالات تقدم بنية الأهل والنوام والطالات تقدم بنية الأهل واطلب الله يجملنا مع قاصي العالم ولدنا والتواصل على الناموس والطيب مفتاح القلوب والتواصل على الناموس والطيب مفتاح القلوب بعدها يا سلام الله لقوم الله بعدها يا سلام الله لقوم لهم عندي مكان أصلنا واحد وبلادنا واحدة والدين واحد بيرق من بيارقنا وفيهم سمات الصالحين بيرق من بيارقنا وفيهم سمات الصالحين والنعم يا بني أهل أهداد دعواتنا وخيارنا هذا ما قاله التاريخ وسلافنا سابق ولاحق كلمات الحق نبديها وعشاقها يبدونها كلمات الحق نبديها وعشاقها يبدونها في مقام يشدثنا وجينا على سابق وعد عندها جد وابوها جد وعندها لصالح مجتمعنا عندها جد وابوها جد وعندها لصالح مجتمعنا والفرح عامر والقدر يبدا لبيضان الوجه والفرح عامر والقدر يبدا الله يحييكم ومرحبا مليون
ابي بتكمل يا ابو مرحبا لله يا حلالكم يا هلا المداح والقاله مرحبا لله يا حلالكم يا هلا المداح والقاله الرجاف الله يثم فيكم يا هلا المقاف ورجاله الرجاف الله يثم فيكم يا هلا المقاف ورجاله الله يحييكم مرحبا مليون يا مرحبا مرحبا مليون مرحبا مليون يا بني عمنا ويا ربعنا انتوا هل المحل عليكم السلام مرحبا مليون مرحبا يا بني عمنا مرحبا يا حزام الظهر مرحبا الله يحييك سعد محمد رجاني عنده هو نهداكم الله يحييكم عيد المظهر مرحبا مليون مرحبا مليون الله يحييكم يا بني عمنا يا اهل الناموس مرحبا مرحبا اصطفوا يا جماعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام ورحمة الله مرحبا يا ابو بدر تزوجت يا ابو هاجد وجعل زواجكم مبروك ان شاء الله نقول لكم كما قال رسول الله صلى الله وسلم عليه الله مبارك لكم مبارك عليكم ويجمع بينكم بخير الله يبني بيوتكم يرزقكم ذرية صالحة من عند عاطف الشعمول واولادها بشتين ومبلغ من المال يسير محمد بن صالح ولد هاجد وحلوكم عندنا غانمة وأخو والأولاد حن خوالهم وهذا علومنا وسلامتكم صلحكم لنا جاي الله يحييكم الله يكثر خيركم يا طوال العمار والله ما نبغاكم لا تشريف ما نبغى نكلف على حد من أفضلكم ما أبي كلف حنا أخوة سابقا طريقكم متعب الله يحييكم الله يحييكم الله يحييكم الله يحييكم مساكم الله بالنور الترحيب فالنا وفارس وهلطيف جانا دعوة من محمد بن صالح وأولاده بمناسبة زواج الشباب محمد وهادي والله يوفقهم ويجعل لهم التريثة الصالحة ويرزقهم ويرزق متمنين الزواج من بعدهم اللي بيحذون حذوهم الخير مشاركة ومعاونة إلى الله وإليك وسلامتكم على الله الله يحييكم يا مرحبا ونلحق القاف حنا عيال بالخباط حنا والله مرتبطين بنسلم عليكم وبنعطي معاونتنا ونعتذر من الوجود أو سلامتكم الله يحييكم
عليكم يا محمد. انا نبع عن الربع لان المكرون عندي. مرحبا حساب المطر، انتم من معه وهلا وغلا. عاد دعيناك تشريف ودنا والله انكم تواصلون معنا، لكن ظرفكم عرفناه وبنقل. والمراد بني عمنا لهم علم ان اعيان القبيله في بيتكلمون فيه ماني متعديهم. صلى الله عليه وسلم. ارحب وارحب الله يحييك على كل حال، ربع ورفاقه وانساب على كل حال بنات الموجودين. ابوكم في غدا بكره، عندكم ارتباط الليل فالله يفتح لكم بابه، واذاكم بكره جاهز وهذا الجميع الله يحييكم. الله يسلم هذا الوجيه، انتم تعرفون الوقت هذا ضيق ومناسب بارد، والله عندنا ذا الليل مناسبه وبكره وبعده، فنسالكم العذر ما تعرفون في شيء. الله يسلم هذا الوجيه ولكن فضل شيء، وعشاكم تشرفون على كل عام. الله اكتب لنا يا محمد انت وهاجر. الله يحيي الجميع. تشرفون على كل عام. المكرمون العدس الله مشكلة في الكهرباء. شوف لي الوضع. مرحبا الله يحييك. مرحبا. مرحبا بك يا ربيع المستوى.
السلام عندنا سلامكم في جهاد وصلنا دعوه من محمد بن صالح وولده هادي الفينا اليكم معون طول معونه من رب العالمين ارحم منطقتكم تستاهلونها وانه حولها بتسمنونها 5000 وسلامتكم سلامتكم الله يحييكم وبيضان وجيه ودعناكم تشريف لا تكليف وانتم هل الناموس يا الحمامه من اول الدنيا وتاليها وجماعه عندهم علم تسمعونهم سلامتكم سلامتكم مرحبا الله يحييكم يا عوالي بن سوا الله يبديكم ولانكم زور الجماعة تقدم لكم عزيمة غدا بكرة في ذا المكان وعلى نبي منكم عذر ومرحبا الله وما سهل الله يبديكم وطول عماركم أول ما يكون في حنة تقدموا للمعونة خذوها وحنا عندنا دعوة من ابن طامي في حبكار ابن أخذ معكم 5 دقائق ونستعد لكم لأن بنروح لدعوة قدمت لنا وتلبية الدعوة حق وسلامتكم والله ما ذوق عندكم لا سامج ولا مملوح إلا كان فنجان قهوة الله يحييكم وابشروا بعلم الله يحييكم حنا دعيناكم تشريف عندنا جناب من قبائل خارج المنطقة ولكن ما دام عندكم عذر حن بنعذركم الله يحييكم وانتم منا من صف رجال الحجر لكن عذركم بالأكبر سلم للمسيح وهذا نوركم ستج لا جرار ولا حد من الضيف النكسان السلام عليكم الله يغينا وإياكم عندنا دعوة وإحنا بديناكم بالصلاة Thank you.
أرفع أنت الحين في الدنيا والمشارع كثر حبها الصالحة. يا محمد أنت ولدك الربع الحاضرين لشهور مال المحيا والغايب اسم مدول 11200 حقكم علينا أكثر يا ربعنا وتستاهلوا المطلقة وأنتم مطالين وسلامة الجميع بيضان وجيه الله يحييكم مرحبا مليون أخذ أبوي في الكلام أنتو هالناموس وهالجميل من سابق الدنيا وبن ابن عمنا المحاضي اللي معانا في السراء والضراء الله يحييكم تحية المطر سلام عليكم شو جملتوا هالناموس أجرين يا جماعة ومساكم الله بالخير يا أبو هاجد ويا هاجد جاكم من أخوانكم مال سلوك 5000 ويعتذرون منكم من اللي بعضهم ما قدر يحضر ويعذرونا على القصور وسلامتكم بيضاني وجيه اخواني يا الاسلوم الله يحييهم ويحيي المحيي جميل وانتم هالجميل من سابق الدنيا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. مساكم الله بالخير. مساكم الله بالنور. المبروك الزواج، لا أنت يا محمد ولا أنت يا هاجر. الله يجزاكم بالخير. 1000 ريال من علي ناصر وأولاده. واعذرونا على قولنا وسلامتكم. بيضان وجيه يا محمد أنت وإخوانك ووالدك. بيضان وجيه. الله يحييك. تحية الفرد. يا بني عمي. يا أهل الطيب والناموس والجميل الله يحييكم والله أن نطمع في تشريفكم جعلكم ذخر والتكليف والله ما ودنا نكلم على الرجال وأنتوا كسبتوا الناموس أوله وتاليه أقطوا أرحب الله حيك فرطوا أقطوا أرحب الله حيك فرطوا أرحب الله حيك
وافي وافي لا عدمتك وافي دايم حلمك يرفع راسك يا سلطان وابيض وجه مع القريب والبعيد. احييكم مرحبا تفضلوا اضربوا مع القريب اضربوا الله يحييكم جايين من طائف الربع الله يحييهم ونفداهم نفدا من جانا يا الربع قوموا في ضيفان ارحبوا يا رجال ارحبوا يا هالعيال ارحبوا الله يحييكم حماد ارحبوا ارحبوا يا اهل العيا يا اهل الجميل ويا جيراننا الوافيين مرحبا احساب البطاق الله يجزيكم جميع عفاكم جميع وصلنا دعوة منكم يا صالح أغلاء شغال يا رابع وبني عمكم أغلاء وصلوا هالعيال اللي تشوفون معنا 2000 ريال ونعتذر على قلها والله أن نقدم العذر قبل مدها خالي علي بن جمعان في الرياض ويعتذر منكم من الوصول وقطتها معنا ظافر بن أحمد عنده انتداب برا المنطقة وقطتها معنا ونكرر العذر والأسف زايد أعضاكم ونقلل عطاف شوف هذا الوجيه كرامة عندنا وعف هذا الوجيه وانتم السلوم مرحبا مليون ولا هنتم وانتم بيضان الوجيه واطمع والله في رؤوسكم وحضوركم والله يحييكم ارحبوا يا رجال ارحبوا الله يحييكم تحيت انتم مرحبا بالوافين جيران هل الطيب والناموس مرحبا مرحبا انتم منا وفينا مرحبا الله يبندركم الله وصلكم انتم وافين صفكم واضح علمكم غاني صاحب حساب مرحبا بالوافين بني عمنا مرحبا يا راب الله يحييكم اهل الطيب والناموس مرحبا ابن هاني والله اكرم على المرحبا شاهد الطيب دائما بس سلمتم سلمتم ولا هنتم وبيضان وجيه على كل حال بيضان وجيه أقض الله يحييك حيث المطر أقض تفضلوا يا الربع إن كان بعد حاتف القهوة لا لا باقي في ناس السلام عليكم ونتعلم الله يقبل أرحبوا يا رجال أرحبوا الله يحييك مرحبا يا ابني عمنا الوافين مرحبا مرحبا سلام عليك عليكم السلام الله يعافيك عافاكم الله الله يعافيك مرحبا مرحبا الله يحييك بقض الله يحييك أنتوا هالمحل ومرحبا ومسهلا بالرفاقة المطاريس سريح الأزمني ونسابتي اللي معه عبد الله وعبد المحسن الله يحييكم ابن مكسر الشيري واللي معه الله يحييكم مرحبوا يا رجال جميع مرحبا مرحبا يا الوافين مرحبا السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته كيف حالكم الله يعافيكم مبروك ما سويتوا الله يبارك فيك جانا دعوة مبروكة من الأخ حاجد ولبينا الدعوة مسلمين مباركين مرفدين والنافع الله جاء من عندي بن عبد الراشد 2000 ريال تفضل مرحبا يا مرعي بن راشد ومن معك الله يحييك والله أنك راعي طيب وأنك راعي أوله يا بن راشد ومرحبا مليون والجماعة لهم علم بتسبعة منهم شيبان الجماعة صلوا على رسول الله جيتوا والله يحييكم على كل حبايبكم امر اوديكم بكره وهذا راي الجميع والله يحييكم سلامتكم الله يبقى
سلمكم، ما انتم متعلمين في الجميل، لكن تعرف التزامات ومناسبات وجعلكم تسلمون. والله يجزاكم خير ويرحم والديكم جميعا. الله يحييكم. الله يحييكم. تفضل تفضل تفضل. الله يحييك يا ابن مكسر، يا محمد بن سعيد انت ولد. الله يحييك. السلام عليكم. هلا طيبين. مرحبا يا ابن راشد. مرحبا يا ابن طيب. مرحبا يا ابن السلام عليكم. السلام. طيبين. عافين. الله يسلمك. الله يعافيك. وفيكم. وجمع بينكم في خير. الله يجزاك بالخير. بلغنا زواج. وعذرنا يا هاجر على الوصول لأجل ظروفنا الصحية. ولكن والله ما خلصنا أنفسنا أن نتأخر عن شان. جعلك تسأل. إسأل الله إن الله يعطيكم بحجة طيبة. الله يجزاك بالخير. جيناكم أنا ولدي بألف ريال وبشتين، اشتلكوا بشتلكوه. ونجواد عذارة ونطلب على هالعذر. سلامتكم. مرحبا يا محمد بن سعيد بن بنسل، أنت ولدك. والله أنك راعي طيب وأنك راعي جميل. والله أني عذرتك وأنك راعي وحي. وجاي من مسافة بعيدة. والله يقدرني على رب جميل. ومرحبا معلوم. والجماعة عندهم هاجت تسمعها. الله يحييك يا ابن مجسف، أنت هو ولدك. ونسأل الله في هذا الساعة المباركة أن يشفيك. على كل حال أنا بأخذ من الجماعة وبغديك بكرة. والله يحييك. الله يطول عمرك وسامع. إحنا ورانا ظروف. وإذا الجماعة عندهم خبر فيها. ولو أن بلغنا العلم كان يسلم معونتنا وجلس. سائلين عند واحد من الجماعة وفاه وبنشرب دلته وبن حروف ولا بنغير الخبر الا بحبكم. والله الشاهد عليه. الله يحسن عزاكم وحسن ارحامكم ان شاء الله. الله يقبل دعاءكم ويعوضكم. الله يحييكم ويعفو عنك وبيضاني وجيه نفتاك يا محمد. الله انك وافي يا ابو سعيد. واني عذرتك جعلك ذخر لكن اعطي براسك وقرامتك هي اللي جابتك. ايوه حي الله الرفاقه المطاريد بني عمنا اقربوا منهم سلموا عليهم. ارحبوا يا المجد. ارحبوا يا رجال. ارحبوا الله يحييك. السلام عليكم. كيف الحال؟ مرحبا يا محيش ابو الراجع. مرحبا احسن الخوي الواد. مرحبا مليون. الله يحييك تحية الحياة. مرحبا بالخوي الوافي. مرحبا. عايض بن حمدان الشاعر. عايض بن حمدان الأحمري وخويا. مرحبا مرحبا مليون. الله يحييكم يا جماعة. ارحبوا ترى حلو المطر. الله يحييكم. ارحبوا يا رجال. ارحبوا. مرحبا احسن المطر. الله يحييكم. ارحبوا يا رجال. السلام عليكم. عليكم السلام. الله يحييكم. الله يبقيكم. مرحبا مليون. الله يمسيكم بالخير. مسيت ابن نور. يطول اعماركم ويجمعنا وانتم على طاعته. يا رب. كان دعوه من الاخ حاجي من الوالد محمد بن صالح. موافقين حمدان. خوينا سالم بن محمد. خوينا سالم بن محمد يعتذر بالحضور. مشاركين ومباركين ونسأل الله للمتزوجين التوفيق وذرية الصالحة. لا
لعلها ساعد استجابة على هذا الطريق وسلامتكم جميعا. سلمتم والله يحييكم ومرحبا مليون وراهنتم وانتم هالجميل وهالناموس وهالطيب ويا مرحبا والجماعات عندهم علم تسمعونه. الله يحييكم مرحبا ومسهلا عشاقكم عند الرجال هذا ووالده واخوانه والجميله بغدوكم بكره ونبيكم الدماء وعباكم. تعال عفيت والله يبارك فيكم يسر الله. اما العشاء اللي بدهم عد للجميع فعندنا مريض بنزوره في المستشفى وان شاء الله يمدينا نلحق العشاء. اما شيء ثاني احنا في وجه الله منهم لان عندنا التزامات وعندنا ناس مسافرين والمذاهب الطيبه ان شاء الله انها عابره عندنا وعندكم ولكن الاجواء عذابه وسلامتكم. ادعوكم ان شاء الله ايضان مجير ولا همتم على كل حال. احب الله يحييكم يا اهل الطيب والناموس والجليل مرحبا والله ومسهلا. حياكم الله. الله يحييك. وين العريس الشايب؟ وين؟ يمكن يعجبكم لا تلقوا زياده يمكن. مرحبا مليون. مرحبا الوافيين. ما جابكم الا طيب ورشه مرحبا حسب الحين. ان شاء الله كامل لك حمد. حبها كثير. مرحبا يا حسام المطر. هاي حبيب هاي حبيب وين رفاقك؟ هاي حبيب الله يحييك. السلام عليكم. عليكم السلام. عافيك. الله يعافيك. مرحبا مرحبا. مرحبا بالواحد. مرحبا يا ابو زيد. مرحبا بالواحد الجميل. الله يحييك. الله يحييك. الله يحييك. مرحبا مليون. الله يحييك. ابن سليم وابن عثمان الله يحييكم. مرحبا ظافر وسعيد. اطيب الرفاقه الله يحييكم تحيه الحن. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. في الربع. مرحبا مليون الله يحييك. نسلم على اللي حاله ما الباقي مفتوح. حياك الله. الله يحييك.
السلام ورحمه الله وبركاته. مرحبا يا عوان الصقر، مرحبا مرحبا. ألحبوا يا رجال، ألحبوا الله يحييكم. مرحبا مليون. مع البكرهون والله يحييكم تحية المطر. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله. الله يمسيكم بالخير جميعا. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. اولا نسال الله العظيم رب العرش العظيم كما جمعنا في هذا المكان المبارك ان يجمعنا في مستقر رحمته ووالدينا ووالديكم اجمعين. ونسال الله ان يحفظنا خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الامين وان ينصر جنودنا المرابطين ويديم علينا وعليكم الستر والامان. يقول لجل ابو هاجد وهاجد مراويس الرجال ما حسبنا لا المسافه ولا كثر الظروف يالله الجنب المواقفنا يا ذا الجلال عند منهم يكرمون العواني والضيوف ما عليكم زور علومنا عفاكم عفيفي داعي من اخ كريم ابو محمد الله يطول عمره وعماركم عمر السامعين وجدنا حقيقه عبره الوصول حضرنا يا من تشوفون مهنين ومباركين ومعنى رمز عطل ابو محمد المعطي رب العالمين انه كثير يستاهله وان قل شيء انت اجود يا ابو محمد ولا جويد عذاره وكذلك انت سيف من سيوف بني شهر يا ابو محمد مثلنا في كل مكان الله يوفقك وجبنا لك سيف وكذلك رمز عطاء رمز وفاء ومحبه بيننا وبينك وجبنا بشت ملكي لوالدك الله يطول في عمره وهذه مدد علومنا وسلامتكم جميعا سلمتم سلمتم والله يحييكم ومرحبا مليون وانتم وافين يا عوان الصقر ودعيتكم والله تشريف لا تكليف وانتم والله سيوف بريعه ومرحبا مليون حساب المطر جماعات عندهم هرجة تسمعها ويردون عليكم واحد من الشيبان يضرب صلى على رسول الله الله يحييكم على كل حال ولا يهيكم ويجمل حالكم حالكم وافين وعطا وافي على كل حال اداكم بكره جاهز والله يحييكم سلامتكم سلمت الله يطول عمرك حقيقه انا ابو ياسر كلفني اكبر من السن ولا هو الله اكبر مني قدر ومعرفه يوم خير جميل اقول عنا الله يطول عماركم والله ما عندنا فرصه والله ان ما حضرنا اليوم وابو محمد يدري عن الظروف ولا كان جينا بصف غير هذا الصف الا تقدير ومحبه لكم الله يحييكم على كل حال ولا يهيكم والده لا احنا ما عندنا فرصه واللي بيحصل اليوم يسد على العموم الله يطول عمرك يلا انت حييه مرحبا حساب المطر الله يسلمك مرحبا مليون يا ابن الامير يا ابن معاذ شعارنا الوافين الله يحييه تحيه لكم تسلمون سمعت المطوق واصله حياكم الله الله يحييكم الله يحيي الامير الله يحييه مرحبا علي وشاب مرحبا مليون الله يحييه ارحبوا يا رجال ارحبوا يا زملائنا طيبين مرحبا ارحبوا يا زملائنا الابطال من على الحد الجنوبي مرحبا مليون مرحبا السلام الله يحييك ارحبوا يا رجال ارحبوا الله يحييكم مرحبا مليون السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته مساكم الله بالخير مساكم الله بالنور جاتنا دعوه وجيناكم مشاركين ومهنيين ومعنا عطاء كانت كثير تستاهلون وكان الدليل تسمنا محبة والخلل اللي بيننا وبينكم وهذا علمنا وسلمتكم سلمتم
والله يحييك الله يبديك ومرحبا مليك. انتم جايين من ملحد وكلفتم فود، والله انا من طيب روسكم ومن علومكم اللي ترفع الراس، والله اني دعوتكم تشريف ما بكلف عليكم، ولكن جيتوا من طيب روسكم. مرحبا مليون، مرحبا مليون. بني عمنا بني عندهم هجتم تسمعونها وانتم تسالون العلم الغانم، ومرحبا ومسهلا. الله يحييك ومرحبا ومسهلا. مرحبا بكم من مشاركم يا ملفاق، وانتم وافيين وعطاكم وافي. الشيخ علي بن مشعل بن عنزي وعيانه نجهز لكم غدا بكره وعشاء في بيوتنا، والله يحييك. قل لا اله الا الله، قل لا اله الا الله. احنا ناس عندنا عسر عندنا جوار، والله يا بعضنا ما معه 24 ساعه ويرجع، وبعضنا بيسر الليل، وفي ناس من خيانة يتعذرون من الرجال ده وعارف الوضع. وعلمنا سلامتكم، والله الله يمدينا واللي عندكم لنا اليوم وبكره. رغبه الجميع، اشهد الله انها رغبه الجميع. إذا فيه مجال فأقل ما نقدم لكم كرامة. الله يكثر خيركم ولا تبلغوا غار الدمام ولا يمديك. أرحب والله يحييك. الله يبديك. مرحبا ومسهلا. الله يبديك. مرحبا مليون، والله يحييك. الله يبديك. حنا عشان وضعكم بقدره. ولا والله لكم حق عندنا. مرحبا مليون يا ابو جميل، مرحبا مرحبا. الله يحييك. مرحبا. الله يحييك. طيب حياكم الله. الله يعافيك. طيب حياكم الله. أسلم عليهم. الله يحييكم يا خويان الأبرار حماة الحدود، بيض الله وجيهكم ومرحبا والله مسهلا. الله يجزاكم الخير وأنا جابكم لطيب روسكم يا خويان، ولا ظروفكم والله أني عارفها ومقدر لكم. حياكم الله. الله يحييكم. مرحبا. الله يبارك فيكم. الله يحييكم. الله يبارك فيكم. مبروك يا ابو هاجر. مبروك يا ابو هاجر. مبروك يا ابو هاجر. كلكم بيضان وجيه. مرحبا والله انا يتعذر منه ما قاعد يقول له بيضان وجيه. بيضان وجيه. نقدام ألف ألف مبروك. الله يبارك فيك. مرحبا 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 يا الوافي. مرحبا مرحبا بالوافي جميع. مرحبا انت كلكم ونعم. مبروك. بيض الله وجهك. مرحبا مليون. تفضل الله يحييكم. مرحبا بحساب المكتب. الله يبقيك ان شاء الله. الله يحييكم. الشيخ عايض بن ضاوي الرويش البقمي، شيخ الرسام، والشاعر محمد بن سعد آل مشيخ الدغري. مرحبا مليون بهل الطيب وهل الناموس والجميل، الله يحييك. وخياهم ومن معهم وصفهم الوافي، مرحبا والله وسهلا. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأخوة، هذا ولدنا محمد زميل الشاعر هادي وخويه وصديقه والصداقه بين الرجال امانه. حافظوا عليها، حافظ على الشاعر هادي وعزم صاحبه مناسب زواجه وزواج والده، فحضر صاحبه والمتكلم عايض الرويس البقمي نيابه عن ربع الجوار. وجينا مسلمين ومباركين ومشاركين ولدنا ومشارك بعشر آلاف ريال. يا
بجنين مشالح ملكية نرجو قبولها، وأنتم إذا جاء قصور بتكمل القصور وسلامتكم. سلمتم سلمتم والله يحييك، ومرحبات الحين تم أنت واو يا عاد أغويس ومحمد الشاعر محمد بن سعد الدرهم خويي وصديقي من أهل منازلة، عينا المجالس اللي كان فيها الخيام وعينا النواميس اللي عندكم يسوم المنازل وخويناكم الضيوف ودعناكم الله أن التشريف والله ما هو كلام، ولكن جيتم وطريتي وانتم مطريتي من سابق الدنيا وتالي، ومرحبا مرحبا مرحبا مليون والله يحييكم في الدنيا وبنيكم عندهم هدف عندهم تسمعوني وكلامهم في روسه، ومرحبا والله ما اسمع. تفضلوا بالسلام هداياكم. الله يحييكم مرحبا والله ما اسلم. انت يا رويس انت اخ وياك خطوتكم بعيده وجيتكم عندنا مثمرة وقدركم عالي والله لا يهينكم، رابعا من يثنى بجزيرة داكم بكرة ولا نبي منكم عذر. يا رب الله ما سهل يا لخ، حنا أنا لا تأخذوني ترى سمعي ما هو جيد، إحنا جينا ندي واجب والعزائم الثانوية بنت لحقن على بعدي، واسمحوا لنا بكلمتين شعر. والله لو تمام كلامتك والله يحييكم. هذا ما شفتوا عليه من بلادكم اللي هنا. الله يحييكم. مرحبا بكم والله يحييكم. مرحبا بكم صوم المنازل. مرحبا. على الطيب والناموس والجميل. مرحبا مليون. مرحبا يا الرويس. مرحبا مليون. مرحبا. مرحبا يا ابو سعد. الله يحييكم. مرحبا مليون الله يحييك. مرحبا مرحبا الله يحييك. الله يحييكم. عجاز ما صرت عليه. حياكم الله يا مرحبا. حياكم الله. مرحبا مرحبا مرحبا. بدنا نسلم عليهم نحب على خاطر كل رجال منهم. طب الحياه هذه مساعدتك أخوك وربعك البقوم تستاهل أكثر، ترى رمزية هذه رمزية ولا بيني وبينك علوم الواجب ما تستاهل. هاجد الشاعر هذا باسمك وتستاهل. جعلك والله تسلم يا ابو سعد. وين الشايب؟ وهذا بشت الشاي. وين الشايب؟ وين راح؟ حاضر حاضر حاضر. هذا بشتك وتستاهل اكثر. ان شاء الله نعرس العروسه الثانيه نجيك بطيئه منها. ابشر بسعادتك. لا لا الله يسلمكم على الطيب. انتم بيضان الوجيه. والله والله سلمين. اعذرونا في القصور. والله ما قصرت. ما حصل ولا قصور الا والله الناموس. ولو جيكم عندنا كرامه. اي والله كرامه. الله يحييكم. الله يحييكم. مرحبا مليون الله يحييكم. تفضل. السلام عليكم. ارحبوا يا رجال ارحبوا الله يحييكم. مرحبا مليون. السلام عليكم.
مساك الله بالخير يا محمد. حياك الله على البركه الزواج. الله يبارك فيك. مرحبا بك. عليكم السلام. هذا حبوا ترحيبا مطر الله يحييكم. الجنبه عم ناكله. ونعم. وعايض. ونعم. ابنك كريوين الجنيه خوي وصديق لي وزميل لي مرحبا مليون يا عايض انت وصفقني معك مرحبا مليون. الله يبديك ويطول عمرك انت والسامعين. صلوا على النبي. اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. دعيتنا ابو محمد ولا جانا في الوصول عذر، وانت مثلك خوي مطلق ونبيلك الجميل وانت تستاهل الجميل وعلومك كلها جميل. جيت انا والربع اللي تشوفهم، ولو ان الغلا في الصف ولا نجيب صف ما تشوف اوله من تاليه، ولكن المساله رمزيه. جيناك بعانية، والعانية من الله، زايدها سالم بن صالح خويك اليامي، وإن كانها واجد تستاهلها، وإن كانها قليل في سمنها الطيب والأخوة اللي بيننا، وجيناك بشتين، بشتل الشايب وبشتلك، وأنت تستاهل أكبر من كذا، وأنت وربعك غاليين، والله أنكم تاج فوق رؤوسنا. هذا علمنا وسلامتكم، يتفضل ياخذ عانيته وياخذ هديته. مرحبا مليون يا عايض ابن كريوين، انت والجنبه اللي معك، انت والله وافي، وبيني وبينك علوم الغانمه، وانا وياك انتجارك بالطين، ولا هو شيء عند بعضنا، والله انك راعي الاوله في اولها وتاليه، ومن جاريناك بالطين ما احب احجيه، والله مرحبا ومسهلا، والله يحييك، وبن يذكر عندهم علم تسمعونه لكم، ويتقدم شايب من جماعتك يتكلم. الله يحييكم يا سبيان أكرم. تابقى. سبيان التغالى مرحبا ملايين. الله يبديك يطول أمرك والسامعين. واللي بصفكم أداكم بكرة باتة. من في الحاضرين. شرفنا بلقى الكلام ومطلب منه. الله يستاهل الكلام. الله يطول عماركم جميعا. أبو محمد غالين علي. واللي يقرب له غالين علي. وقبيلتكم عزيزة علي. وانتم كلكم عزيزين علينا. اما من ناحيه العزيمه حنا في وجه الله منها، والله ان فيه رجال معنا الان في الصف، والله يا والدتنا في المستشفى في الرياض، ونعتذركم ومثلكم يعذر، والله يطول اعماركم جميعا. مرحبا حساب المطر يا عايز انت والصف اللي معك. تابع. مرحبا مليون. ولا انتم ولا فداكم. ما سوينا شيء، الله يطول عمرك، ولا نلحق من ملاحقك شيء، انت ورابع. الله يبزيك. مرحبا. مرحبا 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 الله يحييك. يهديك. مرحبا يا الوافي. مرحبا. مرحبا يا الوافي. الله يبزيك ويطول اعمارك. مرحبا مليون الله يحييك. يا مرحبا الله يحييكم. مرحبا مليون. مرحبا مليون. الله يحييك. حي تنطق. قلت الله يحييكم تحيه الحياه. الله يطول عمرك يبارك فيك. فشت الشايب. فشت الشايب. تستاهلون اكثر من كذا. حنا المساله رمزيه. المساله رمزيه. ولا والله تستاهلون اكثر من كذا. وافين لا عجبتكم تفضل الله يحييكم. رساله مرحبا مليون. الله يحييكم ويطول عمرك.
فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. مساكم الله بالخير ما جورني يا رجال. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين. نسأل الله أن يمن حدودنا وأن ينصر جنودنا وأن يعز دولتنا. نسأل الله أن يحفظنا أمنا واستقرارنا وتواصلنا في هذا الأمن، وأن يتم علينا وعلى المسلمين. على كل حال، بدعوة عزيزة من أخينا هاجر بن محمد لنصر زواجه وزواج والده، للأخوان محمد بن مسرع وناصر بن مسرع وسعد بن محمد آل سلمان، ما عليكم زود. وصلنا إلى هذا المكان مشاركين ومباركين، ونقول المتزوجين بارك الله لهم وبارك عليهم وجمع بينهم وبين أهلهم في خير، ونسأل الله أن يرزقهم الذرية الصالحة. معنا رمز مشاركة، لا هي بقدركم عندنا ولا هي برابعتنا، ولكن وصولنا إلى المكان تقدير لكم ومن الرجال اللي يشوفون وجيههم وسلامتكم جميعا. سلمتم سلمتم ومرحبا والله ومسهلا يا سلمان الحرقان، انتم وافين وعطاكم وافي بيض الله وجيهكم، والله ما دعيتكم الا تشريف وهو بتكريم، ولكن انتم على الناموس وله تاريخ. مرحبا مليون، مرحبا مليون. الله يبارك جماعتنا عندهم هجتم تسمعونها شبان القبيله، والله يحييك تحييكم. يبقيكم يطول عمركم على طاعه الله. أرحب الله يحييكم، أرحب أرحب ملايين. الله يبقيك. الله يحييكم على كل حال. الله يسلمك. خطوتكم بعيدة، ولا جيت لهم طيبكم، الله يطيب أيامكم ولا يهمكم على كل حال. هداكم بكرة جاهز، وهذا رأي الجميع. يا مرحبا يا مسهلا، الله يحييكم وسلامتكم. تسلمون، الله يبقيكم ويرحم والديكم، ووصلنا تقدير أبو محمد والشايبة والربعة. الله عزيز من قبيلة العزيزة. كرامة لليلة لنا ولغيرنا، وتعتبر كرامة لنا والله ما يكتب لنا غيرها، وسلامتكم جميعا. الله يحييكم جميعا. مرحبا مرحبا والله ومسهلا. الله يبيك. الشيخ سعيد ابن مسرع، الشيخ آل فتيرش، آل سلمان، ما عليكم جو، واخوانه وصرايته وبني عمه الوافي، الصف الوافي والعطى الوافي والخذ الوافي، بيض الله وجيههم والله يحييهم تحييكم. مرحبا والله بيض الله وجهك يا مشجعك لو شجعت الشيبة. مرحبا حساب المطرقة، الله يحييك مسهل. مرحبا مرحبا مسهل بن صياد البهيش، مرحبا به، هو بالصف اللي معه وخياه اللي معه، الله يحييهم جميع، مرحبا ومسهل. السلام عليكم. عليكم السلام. مساكم الله بالخير. بالخير. زواجكم مبروك. الله يبارك فيك. كان دعوة من أبو هاجر مناسبة زواجه هو وولده، وجب علينا الوصول سلمة ومباركة ومشاركة، هذا من قد علمنا وإذاكم. سلمتم. معنا ثمن عودة هي أبو هاجر، أنا هو كثير تستاهلونه، وأنا هو قليل تثمن المعزة والمحبة اللي بينه. وانتم موافين والله يحييكم تحية لكم. مرحبا والله ومسهلا. جماعة عندهم الشيبان. مرحبا مرحبا الله يحييكم، مساء ما سبتوا عليه. بيتم للربع مطيب مني. هداكم بكرة جاهز، والله يحييكم، مساء ما سبتوا عليه. والله أنا أبغى عذر مرة. جالكم سلوم على كل حال، ارتباطات وتحضروه. والله ما عندنا الفرصة، تروحن في وجه الله. الله المستعان. الله يعافيك. أبشر بالعون. أمور التسلمون. الله يحييكم يا بن صياد، أنتم خيار. مرحبا مليون، أنتم هالطيب وهالجميل من سابق. عليكم زود. هم الجميل والله معنا دايم. هذا
الله يحييك. مرحبا الله يحييكم يا مرحبا. الله يبارك فيك. فضل الله يحييك. فضل الله يحييك يا مرحبا. بسم الله ابدا القافه والقافه يا خير من هذي ومن هذي يا القصيده رباعيه شنو البيت الخامس الاخير بسم الله ابدا القافه والقافه يا أخير من هذي ومن هذي يا مرحبا تلحي بيت ودي بضيوفنا الغالين عند الغالي أصر البيق كيف البيق ومن لابه الشجعاني وكلب وحي أصر العرب قحطاني وحي بل الأحمر مع شهراني وحي بل الأحمر مع شهراني حي الله الغالي عند الغالي والكل منا قايم في دورة نستقبل الغالين عند الغالي ومقابلتكم عيد لو عيدنا أنت وغيرات وابن صالح غالي سلام ردي يا عدد و
وسلو منا وسلو مهنا ما تضم وفعوا لنا بين النشام وافية اعتيبها الهيلاك ما الحصن الحصين قوينا يبشر بنا في كل حين يستاهل التقدير والمدافية يستاهل التقدير والمدافية يستاهل التقدير والمدافية يستاهل التقدير والمدافية مبروك يا حاجد عسى الفرحة تدوم والله يديم أفراحكم في كل يوم والتهنية منا على كل العموم والله يتمم بالستر والعافية والله يتمم بالستر والعافية والله يتمم بالستر والعافية والله يتمم بالستر والعافية سلام والتسليم قدام الكلام سلام ردية عدد وبلا الغمام وسلومنا وسلومهن ما تضام وفعولنا بين النشام وافية وفعولنا بين النشام وافية وفعولنا بين النشام وافية وفعولنا بين النشام وافية حنا عتيبة فرن واقف حاضرين اعتيبها الهلاك ما الحصن الحصين خوينا يبشر بنا في كل حين يستاهل التقدير والمقافية يستاهل التقدير والمقافية يستاهل التقدير والمقافية يستاهل التقدير والمقافية مبروك يا حجد عسى الفرحة تدوم والله يدوم أفراحكم في كل يوم والتهنية منا على كل العموم والله يتمم بالستر والعافية والله يتمم بالستر والعافية والله يتمم بالستر والعافية والله يتمم بالستر والعافية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام ورحمة الله وبركاته مساكم الله بالخير جميعا جاءنا دعوة كريمة من أخينا الغالي هاجد بن محمد الشهري بمناسبة زواجه وزواج والده ولا جاءنا عذر عن الحضور وحضرنا مباركين ومشاركين ونفاعة والنافع الله عز وجل حضرنا مبلغ مالي 5000 ريال ومعنا هدايا عينية بشتل أخينا الغالي هاجد وبشتل والده ومعنا 3 قصائد مشاركة في الحفل إن كانها كثيرة أخوينا يستاهل أكثر وإن كان قليلة يكملها الصف اللي أمامكم واعذرونا على التأخير هذا علمنا وعفاكم وسلامة الجميع سلمتم سلمتم مرحبا مليون يا عتيبة الهيلة يا علي الطيب ويا علي اليمين خويناكم خوينا الشرف كله والطيب كله ولا بسوح الدبي وجيتم الطيب روس ومرحبا مليون والله يحييكم تحية المطر وبلغنا عليكم وسامحونا ودعوانا لكم والله نال تشريف ما والله ما انكم شرف لنا وبيت تستاهل مليون والله يحييكم تحية المطر الله يبارك فيك والله يبارك فيك هم قصايد بيردون عليكم ويبغون يعزمون وعلمهم في روسهم والله يحييكم تحية المطر الله يبارك في الجميع بنرد على فننا اللي عندنا وكلها فنون وحنا في دولتنا الله يعزها ما بخلاف ما بخلاف لا 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 مرحبا يا عتيبة بشم بني أذلة عد من حاج بيت الله وصلى به لا 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 ل
بعدها مرحبا والقدر والواجب من حقوق الرجال اللي نمثالها مرحبا يا عتيبة باسم بني أثلة عد من حاج بيت الله وصلى به لا 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 عد من حاج بيت الله وصلى به طلبت الله فتح الباب والخير والفصل لي على محمد رسول الله بعدها مرحبا والقدر والواجب من حقوق الرجال اللي نمثالها مرحبا يا عتيبة باسم بني أثلة عد من حاج بيت الله وصلى به لا 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 عد من حاج بيت الله وصلى به لا 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 بحرم مع ابن شهر حضران وبادله من بعدها يا مرحبا هايل بالضيفان ترحيبة من طيبها ترجح الميزان أقولها وانوب من دون راعشان عند لصالح المكان عند لصالح المكامان وهالمكان ربعا لهم من ماضي الوقت صيت وشاره فخرا مع ابن شهر حضران وبادية لا 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 فخرا مع ابن شهر حضران وبادية أبدي الله عالم السر والبيان من بعدها يا مرحبا هايل بالطيبان ترحيبة من طيبها ترجح الميزان أقولها وانوب من دون راعشان عند لصالح المقامان وهالمكان ربعا لهم من ماضي الوقت صيت وشار فخرا مع ابن شهر حضران وبادية بسم الله ابدا القافة والقافية بسم الله ابدا القافة بسم الله ابدا القافة والقافية أخير من هذي ومن هذي يا مرحبا الحيبة الودية بضيوفنا الغالين عند الغالي Thank you.
مكتوبه يقرونها الغالين عند الغالي. وخاويكم هاجد يا كيف شعوره وجهه طلي بنيته مسروره والكل منا قايم في دوره نستقبل الغالي عند الغالي. تمت وصل الله على سيدنا نبينا اللي دلنا وارشدنا مقابلتكم عيد لو عيدنا انتم عزاز وابن صالح غالي انتم لا مقابلتكم عيد لو عيدنا انتم سلامتكم جميعا. صح الله على سنة الشعار لا صفوف عتيبه ولا ابن شهر اللي رحبوا بهم. حنا ردينا على الفن اللي رديتوه ودنا نعرف نرد على اللي عندكم ولكن هذه فنون انت شارك فيها والله يحييكم تحية المطر وانتم جميل وتعبتوا ونفدخ شومكم وهذا دين علينا لازم ان نسدده الرجال لابد من بينهم زرق الطيب والله يحييكم تحية المطر بني فلا يقدموا لكم عزيمة وفي شايب بيتكلم منهم ودنا يتكلم شايب منكم وسلامتكم. أرحب على رسول الله أرحب الله يحييكم جميع الأول والتالي. بارك الله فيك. على كل حال خطوتكم بعيدة استاهلوا الكرامة والله يحييكم على كل حال من وصل إلينا وجب تقدره علينا أداكم جاهز ولا فيها عذر والله يحييكم هذا رأي الجميع وسلامتكم. إن شاء الله بإذن الله. صلوا على الرسول. الدعوة المشاركة وحصلت الليلة وبكرة عندنا شان زي الشان هذا وأخوياي وأنا عندنا أعمال من يوم الأحد والله يسلمكم كثر خيركم واللي الليلة صار يكفي واعذرونا وتسلمون ودنا والله أنا ريض عندكم لكن والله ما عندنا فرصة واعذرونا ويعافيكم الله يسلم الجميع ويبارك فيكم والله ان حقا علينا نكرمكم وهذا وادي والله يحييكم مرحبا تسلمون تسلمون الله يسلم على الضيوف الله يحييكم نعتبر اهل الهيئه اهل الطيب وهل الناموس وهل الجديد وهل السلام عليكم مرحبا الله يبارك فيكم الله يحييكم الله يحييكم مرحبا يا ابو خلف تقدم سلم على الربع اللي قدامك الله يحييكم بنقلدكم دفعه واحده يا ابو خلف أرحب وترحب المطر مرحبا مليون الله يحييكم تحية السيد مرحبا يا سلام الله يحييكم الله يحييكم مرحبا 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 يا وزير 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 مرحبا يا مرحبا الله يحييكم مرحبا مليون والله يحييكم قلت الله يحييكم في الصالة مرحبا حساب المطر
مرحبا مليون. الله يحييك انت الحي. الجهاز الثاني. مرحبا مرحبا. يا هلا وغلا الله يحييك. مرحبا مليون. هل الطيب هل الجميل هل الناموس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله جليل النعم باعث الهمم ذي الجود والكرم والصلاة والسلام التامان الأكملان على خير البرية وأزكى البشرية نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. حفلنا الكريم أيها الضيوف الأكارم، أحييكم بتحية أهل الجنة، تحيتهم يوم يلقونه سلام. أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله على الرحب والسعة. أيها الضيوف الأكارم، يا من تجشمتم على السفر والتعب، نحييكم باسم قبيلة بني يثلة خاصة وبني شهر عامة، نرحب بجميع من حضر من القريب أو البعيد، فحياكم الله مرة أخرى. أيها الضيوف الأكارم، خير بداية لكل بداية آيات من ذكر الله الحكيم، نشنف بها المكان، نشنف بها الآذان ونطهر بها المكان، نستمع إلى هذه الآيات البينات مع الشيخ القارئ مبارك بن سعود بن مبارك. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. حضورنا الكرام أيها الجمع المبارك، نرحب بكم مرة أخرى ونستمع الآن إلى كلمة دينية مع فضيلة الشيخ ناصر بن محمد بن فرحان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، ولي الصالحين والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله إمام المتقين وقائد الغر المحجلين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على منهاجه وسلك طريقه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة في الله، بادئ ذي بدء، نرحب بكم جميعا ونسأل الله عز وجل أن يشكر لكم السعي وأن يكتب لكم الأجر. باسم قبيلة بني شهر وقبيلة بني يثلة وباسم صاحب المكان، حللتم أهلاً ونزلتم سهلاً، وأسأل الله عز وجل أن كما جمعنا وإياكم في هذا المكان أن يجمعنا في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. ثم
نقول للمتزوجين بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير. وحقيقة إن كان هناك من كلمة فإن الحياة فرص، والإنسان والدعاة خصوصا ينبغي أن ينتهزون هذه الفرص. وهذا المحفل الذي جمع الشيوخ والأعيان وكبار الناس ممن أنعم الله عز وجل عليهم بأمر مهم سيأتي ذكره في الكلمة إن شاء الله، لكن هذه فرصة لأن يذكر الإنسان نفسه ويذكر إخوانه. أما الأمر الذي يدور حوله الحديث فإن الله عز وجل قد جعل الخلاف والاختلاف سنة كونية بين الناس، ولذلك قال سبحانه: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين ولذلك خلقهم. ومما يجعل هذا الاختلاف سنة كونية أن الله عز وجل شرع لنا في مقابله أمرا عظيما، وهذا الأمر هو إصلاح ذات البين. إصلاح ذات البين من أعظم الأعمال عند الله عز وجل، ولذلك قال الله: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وقال صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأفضل من الصلاة والصدقة والصيام؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: إصلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. ولما كان المجتمع ولله الحمد يجد فيه الناس كثيرا ممن يهتمون بهذا الأمر، وهو أمر الإصلاح بين الناس وإصلاح ما فسد من ذات البين، إلا أن هذا أمرا عظيما جعل الشرع له ضوابط وجعل له آداب وجعل له حدودا، ومن خير ما تذكر في مثل هذه الأماكن التي تجمع خيار من يقوم بهذا. ولعلي فيما بقي من الدقائق اليسيرة أذكر نفسي وإياكم بها: من شروط وآداب وحدود الإصلاح أن تكون نية المصلح خالصة لله عز وجل، لا يريد بها رياء ولا سمعة، ومتى ما توفرت هذه النية حصل الصلح الحقيقي في الدنيا وحصل الأجر في الآخرة. أما الأجر في الآخرة فقد سمعنا في آية الصلح أن الله قال: ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وأما الأمر الدنيوي فإن الله قد قال: إن يريد إصلاحا، يعني الحكم الذي يصلح بين الزوج وزوجته من أهله ومن أهلها، قال: إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. فالنية الصالحة من آداب وشروط وحدود إصلاح ذات البين من أجل أن لا يتحول ذلك الإصلاح إلى إفساد، ومن أجل أن لا تكون الإصلاحات في مجتمعاتنا بمثابة من يسكب الزيت على النار. من الشروط أيضا أن يكون المصلح ملما بالجوانب الشرعية والعرفية، من أجل أن لا يقع فيما يحرم الله عز وجل، ومن أجل أن لا يقع فيما يعيب الإنسان. فإن الله عز وجل قد قال: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا. ومن شروط الإصلاح وآدابه حفظ أسرار المتخاصمين، فإن من يقوم بالإصلاح يطلع على أسرار كثيرة بين المتخاصمين،
ولذلك يجب عليه حفظ هذه الأسرار. وتجد العجب العجاب في مثل هذا، فما أن يعود الإنسان من إصلاح ذات البين إلا ويستقبله الناس ويبدأ يقص عليهم ما رآه في ذلك المجلس من كل صغيرة وكبيرة. وهذا بلا شك أنه إفشاء لأسرار المسلمين وهتك لأعراضهم، وينبغي للمسلم ألا يفعل ذلك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تتبعوا عورات المسلمين، فإن من تتبع عورة امرئ مسلم تتبع الله عورته حتى يفضح في جوف بيته. من آداب وشروط الإصلاح أن يعرف المصلح قدر نفسه، فالمصلح ليس بحاكم على المسلمين، والمصلح ليس بمحام عن أحد، فلذا لا يجب أن يميل مع طرف دون طرف، ولا يجب أن يلزم أحدا بشيء لم يلزمه الله عز وجل به في كتابه ولا النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. ولذا كان من شروط وأركان الإصلاح الإيجاب والقبول، ونجد أن القبول من أصحاب الصلح قد يكون نادراً لأمرين: إما لإلزام قبل الصلح، وإما لإحراجات كثيرة بعد الصلح، وهذا لا ينبغي أن يكون، فإن الصلح لا يكون إلا عن رضاً من الطرفين. وأما الإلزام فهو لولاة الأمر ولمن جعلهم الله عز وجل أهلاً للإلزام. أخيراً ولعلي أختم بها أن أهل الإصلاح ينبغي أن لا ينتصرون لأنفسهم، وإن وجدوا في إصلاحاتهم ما يسيء إليهم أو إلى أشخاصهم أو إلى نياتهم، فتجد أن المصلح قد يأتي بنية خالصة للصلح فيسمع في المجلس ما يسوءه، فعند ذلك تنقلب النية من محبة للصلح إلى انتصار للنفس. وقد قالت عائشة رضي الله عنها: ما انتصر رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه قط إلا أن ينتهك حد من حدود الله فيغضب لله عز وجل. هذا فيما يخص أهل الإصلاح ومن وفقهم الله عز وجل إليه. وإما فيمن تكون الخصومات عندهم، فإني أوصيهم ونفسي بتقوى الله عز وجل وبالعفو والصفح وأخذ ما سمحت به أنفس الناس، فإن الله عز وجل لقد قال: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. خذ ما عفى من الناس وما سمحت به نفوسهم وما زاد عن حاجاتهم وأعرض عن الجاهلين، لأنك مع هذا العفو ستجد من يتقصد لك ويتغرب، فأمرك الله عز وجل بالإعراض. أقول لأهل الخصومات: قد تكون تلك الخصومة فضل أو سببا لفضل ساقه الله عز وجل إليك، لأن هناك درجات ومنازل في الدين لا يمكن أن يصلها الإنسان إلا بالعفو. قال الله: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وقال صلى الله عليه وسلم: من كظم غيظا وهو قادر على إنفاذه خيره الله يوم القيامة من الحور العين ما يشاء. وأخيراً، أهل قبول الصلح هم أسياد الناس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل عليه الحسن بن علي بن أبي طالب أخذ ينظر إليه مرة، وأخذ ينظر إلى الناس مرة، ثم قال: إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. فلما التقى الجيشان، جيش معاوية وجيش الحسن، يقول عمرو بن العاص رضي الله عنه: رأيت كتائب لا يفارق أحدهما الآخر حتى يقتل بعضهما البعض، من الشجاعة ومما يعتقده كل منهما في الصحة رضي الله عنهم أجمعين. فتنازل الحسن بن علي رضي الله عنه عن حقه لمعاوية رضي الله عنه وعصم الله به الدماء، فحاز بذلك السيادة
والسيادة ليست في من يأتي بالإصلاح، فإن الناس يبجلون من يقوم بالإصلاح، السيادة في من يتنازل عن حقه، فإنه جعلها النبي صلى الله عليه وسلم للحسن حينما تنازل عن حقه وتركه، فقال إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يحفظ لنا ولكم إيماننا وأمننا، وأن يكفينا وإياكم شرور الدنيا والآخرة، ونسأله سبحانه أن يصلح لنا ولكم ديننا الذي هو عصمة أمرنا، ودنيانا التي فيها معاشنا، وآخرتنا التي إليها معادنا، وجزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أهلاً الكريم، بعد أن استمعنا إلى هذا الذكر المبارك، نسأل الله عز وجل أن نكون ممن قيل فيهم قوموا مغفوراً لكم فقد بدلت سيئاتكم حسنات. أيها الجمع المبارك، نأخذكم الآن إلى الدفة الأخرى من هذه الأمسية، مع السحر الحلال، مع الشعر والشعراء، قصيدة مع الشاعر حسن بن علي بلون العربة. السلام عليكم، الله يمسيكم بالخير. يا لا 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 يا لا 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 يوم السنين القديمة والمواقف تعدون الطوارف مواقفهم يعدونها. يا لا 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 ذكر الله أبدا وخير القول والمنتدى. يا مرحبا باسم راعي الحفل وأهل القدى، مقامها جد وأبوها جد ما نتعذره، واليا دعوا في النشام واليا دعوا في الرجال يجونهم ما قدره، واليا دعوا في الرجال يجونهم ما قدره، في قدرها جد يجون الناس من كل صوب، رمز من رموز بنيت له ورجل محسوب، عارف وشاعر ووجه بادي ما يغيب، له في العلوم الوفيه والجمايل نصيب، واجداده اللي لهم تاريخ بين العرب، هل هيبه سطوه طاله وفعله نسب. يوم السنين القديمه والمواقف تعدون الطوارف مواقفهم يعدون. يا لا 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 يا لا 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 دون الموارف مواقفهم يعدون. سلامتكم. صح لسانك يا ابو علي. قصيدة نظم مع الشاعر علي بن فلاح بن حويش. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحقيقة كل واحد من بنيتنا شاعر وغير شاعر بدهم يرحبون بالضيفان، ولكن بنكتفي بالربع اللي رحبوا قبل وبنعطيكم اللي عندنا غير. أدخل على الله من البلوى وسوء المصير، أدخل على الله من البلوى وسوء المصير، وأعوذ به من غضب وجهه وسوء قدره، وارجيه عفوه وغفرانه وحظا سفير، حظا يخلي قلوب الحاسدين ادهره. البارحة كان في صدري رحم تستدير، سراني الهيغ لين الصبح بان اسفره، مدري من اشير وانا دائما ما استشير، وابغى يجي في قصيدي لا قصة تثمره، شاعر وشد انتباه المستمع واستثير اعجاب متذوقين الشعر رجل ومرأة، شاعر وشد انتباه المستمع واستثير إعجاب متذوقين الشعر رجل ومرأة، عساها ما ينتقدني ظافر ابن الأمير الشاعر الحاضر اللي تعرفون إدغره، وعساه ما ينتقدني ظافر ابن الأمير الشاعر الحاضر اللي تعرفون إدغره، وإن جاء مثل ذا المقام اللي يشوق النظير أجي والألماس أجيبه من عموق بحره، وإن جاء مثل ذا المقام اللي يشوق النظير آجي ولا الماس أجيبه من قعور بحره، هنا مقام النعده في المقامات غير قد ذا علمه
ومن هو له ذا أخبره مقامكم يا صالح جاه جمع غفير من قدم السبت بعين لحد بثره من طيبكم جاو واخطاهم تحث المسير وقضى سرف ما على وجه الصحيح اغبره الطيب في العود وعياله كبير وصغير سعد بن عم تقفاه الزمن واغدره والضيف لا جالقى كرمه وخير كثير وبيت يشرع البيبان البيضان الوجيه انحره والضيف لا جالقى كرمه وخير كثير وبيت يشرع البيضان الوجيه انحره وان جات بالباس والطنخه بشر شرير صليب راس ومست متعنصر وفيه انعره هذا ابن عامر شبن شابي وسيف شطير من صلب ربعي اللي اجى في الحدود اهغره صبيان بن يثلة اللي يسعد المشير اللي مخله من الامداح وزن شعره ما عليكم زود صبيان بن يثلة اللي يسعد المشير اللي مخله من الامداح وزن شعره عدوهم في نهار عابس قمطرير وصحيبهم في نواميس وفي مفخره واختامها انت على كل شيء قدير يا رب فاختم لنا بالعفو والمغفره يا رب فاختم لنا بالعفو والمغفره سلام أيها الحضور الكرام نستمع الآن إلى شاعر الإمتاع والإبداع نستمع إلى الشاعر ظافر بن الأمير السلام عليكم ورحمة الله الله يمسيكم بالخير جميعا يقول على البحر الطويل أنقى الفرايد وانضم القيفان وفيكم يستوي نظم القصيد وعد قيفانه سلام الله سلام أغلى من الياقوت والمرجان وريح المسك والكمبود واليشموم عنوانه سلام الله سلام الله على بني أهل الغفران وهم يسعد من كانوا ذراه وكانوا أعوانه رجال ورثوا الطالات والعليا من الجدان وكل يفتخر في ورث أبوه مجد جدانه وبن يذله هل الوقفة هل الهيبة هل السلطان وانا عندي على قولي مواثيقه وبرهانه هل امداح وجميل وهل فعول ترجح الميزان وتاريخ المجيد الراجح بالطيب ميزانه هل الفزعة هل المنعة هل الوقفة هل الإحسان ولا يمكن إيجار الأذلي بجوده وبإحسانه يستاهلون يشوق العين حبل المعتبر بسم الله الرحمن ولي الله تبارك في مدام غاب شيطانه لفوا كل القبائل قدر منه يكرم الضيفان ورا قصر الخزامة بالنشامة ضاقت أركانه مشايخ وجهة وأصحاب راي ومعرفة وعيان وشعار الجزالة كل شاعر يسرج إحصانه حضرنا قدر الداعي يشارك فرحة الفرسان وهم من بيت جود وهم من بيت جود طيب ذكره وبنيانه محمد صالح مجمل بني عمه صدوق لسان كريم وعادته يكرم بني عمه وضيفانه شجاع وقدوه وخلف رجال قدوه وشجعان يقولون العرب طيب الفتى من طيب شيبانه وهاجد طول الله عمر هاجد بحزم مليان وهو حر فرد بين السماء والأرض جنحانه وشاعر قيف من قوة قصيدة تطرب الأذان عسى الله يحفظه من كل شر وصحة لسانه دعاني قلت تبشر بسعد والطيب يكحيلان ومثل أبو محمد نرخص الغالي علشانه وقفت بموقفك يا طيب المبدأ وأنا طربان وبيوت الشعر هي مدحلكم وشفقة وطربانه وأنا مثل بني عمي كبار المنزلة والشان وأنا شاعرهم اللي مثل ذا الميدان ميدانه عوال الصقر عوال الصقر أشوش ذكرهم لا ذكر والعربان رجال للكرم والطيب شفقانه بدون قصور في كل القبائل هم طوال ايمان ولهم مجد تليد ثابت بنيه وسيسانه نعيش بفضل ربي نعيش بفضل رب البيت والعزه مثل الاخوان وشعب المملكه يعتز بملوكه وبوطانه ختام القول يا الله يا وسيع الفضل يا رحمن توفق من تجمعنا هذا الليله علشانه وفق من تجمعنا هذا الليله علشانه أيها الحضور الكرام الآن
نستمع إلى الشعار الذين من خارج المنطقة، نستمع إلى صاحب الكلمة الجميلة والمفردة الأصيلة مع الشاعر سلمان بن عايض العتيبي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله مساكم جميعا. نبارك لفرسان هذه الليلة ونقول لهم كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: بارك الله لهما وبارك عليهما وجمع بينهما في خير. ماني متعذر ولا دور أعذار، والطيب الطيب ترى ينعني له، نتعب علشانه معزه ومقدار، وتبت يدينا اللي يدينه بخيله، وترى الزمن صار أكثر الناس شعار، وشعر ما جمل صاحبه وش حصيله، وأنا وقفت بماك من يلفت أنظار، ورجل ما يحمى ما قفه عزتيله، وأنا وقفت بماك من يلفت أنظار، ورجل ما يحمى ما قفه عزتيله، في لازم اللي بالوفا قال هذكار، من طيب راسه في لزومه نجيله، أبو محمد من طويلين الأشبار، هاجد وهاجد فرق عن كل جيله، دين وكرم دين وكرم والطيب جاي الهدوار، واللي ارتكل الحمل يقدر يشيله، في محفله جينا ومن كل الأقطار، والرجل عقله يا النشامة دليله، سلام يا أهل الجود والعز والكار، عداد ما هل المطر من مخيله، سلام ممزوج بها الورد وازهار، لأهل الجنوب أهل الفعول الجليلة، سلام مني قلتها سر وجهار، تسليم وافي يا رجال الصميلة، يا العزوة اللي للوفا رمز وشعار، يا العزوة اللي للوفا رمز وشعار، يا أهل القنا وأهل السيوف الصقيلة، أنتم بني شهر الصناديد الأحرار، قبيلة يحيها من قبيلة، تستاهلون أنتم بني شهر الصناديد الأحرار، قبيلة يحيها من قبيلة، أنتم هل الأمجاد حماية الدار، وتاريخكم عبر السنين الطويلة، قوم على الطالة تبيعون الأعمار، وأفعالكم بين القبائل مهيلة، قلت هو أنا من متعبتك يحصل أمهار، أشهد أن قبل مهار الأصيلة، ما عليكم زود، قلت هو أنا من متعبتك يحصل أمهار، تشهد ان قبل مهار الاصيله، ارتيب هالهيلة لنا مجد يندار، اهل الندى واهل البيوت الظليله، يا ما ثنينا دون حسكات الاوبار، من دونها نفرق خليل وخليله، للطمت العايل يا صار ما صار، وعدونا نصليه حام المليله، ومكرمين الضيف لو الزمن جار، يوم الزمن معروف عدله وميله، عنا القبائل تنزح يمين ويسار، نروي ضمى كل الكبود العليلة، اعتيبه اعتيبه يدوسون الأخطار، ولا في حاجة عندهم مستحيلة، اعتيبه اعتيبه يدوسون الأخطار، ولا في حاجة عندهم مستحيلة، سطرنا التاريخ صفحة وتذكار، نرسي مثل صم الجبال الثقيلة، ومبروك يا هاجدك مرار ومرار، عساك تهنى كل يوم وليلة، واختامها عدد همال الأمطار، صلوا على المختار نتبع سبيله. سلام الجميع. صحة وسلام. أيها الحضور الكرام، نستمع إلى شاعر مبدع آخر مع الشاعر محمد بن مسرع القحطاني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يسعد مساكم وجميع أوقاتكم كل خير. في البداية نبارك لفرسان هذه الليلة العودة وولدها، جعل ربي يبارك لهم إن شاء الله ويبارك عليهم ويجمع بينهم أزواجهم في خير. في البداية قصيدة مشاركة بالحفل، ومن بعدها إن شاء الله قصيدة اجتماعية. بسم الله اللي جميع الناس يرجونه، أبدأ بذكره ولي الكون سبحانه، من بعدها يطرق الشعر وفنونه، يا سيف عرف الشعور وفيض وجدانه، شاعرك ما بيحت الايام مكنونه، لا بصمه في جزيل الشعر واوزانه، يقف شموخ عدوه يقحل عيونه، ويضرب وسيع المعرفه ناظم قيفانه، واجب هل الطائله ما ينقصر دونه، الكفو يبشر بعزه لم بنشانه،
من بعده والسلام الجزل مضمون اهل شاب اهل الحبل شيبه وشبانه تسليم تلصق هذا الورد مقرونه تلفي كمان مزن واسم هاي الودان في حفله اللي هل الناموس ينصونه محسوب من خيرتها الطيب وعيانه الشيخ ابو هاجد محمد تعرفونه يستاهل من المديح الجزل وزمان وهاجد خوي وهاجد خوي يحفظ الود ويصونه سلم الاخوه علي بالجد ما خانه من لابت اللازم العائلي وطونه والضيف له من لفاهم حصل كنانه ابني شهر حربة الضد مسنونه صفحات الايام بالامجاد مليانه ذا قول من عزوته قحطان ومتونه متسلسل من هالطلات جدانه ما عليكم جود يقول هذا الزمن كله مشايخ وشعار لا بشتني ذري ولا بيت مقتول يكرم هالطالات والعرف والكار قصدي عباد الدخل طلوا البلفول أطغته من نعمة ودار الزمن دار لنختلف وجه الحقائق ولا حول توخر مقدم طويلين الأشبار ومؤخر مقدم يعزز له أخبول في عينه الشيخة تنزاز وضيار وبشتن على متنه بلطيب وفعول وكبار توصفوا ضد كبار وعلاقة تبنى مع كل مسؤول وسكبة المرعز ومشي انت مختار وعوج الهروج اللي على غير مدلول وانا استغفر الله حتى لما سار قام يتطول للسماء وده يطول ما يدري ان الشيخه يديك والحار يبيلها تندول لو لبسه اسمول حر تسلسل من مواكير الاحرار وارث اشداده من زحازيح وزحول يا رد لما هبر دين الاخطار ويا قفذره للي تذراه ويحول صميت عله وباروا الناس ما بار لمشربكات المشكله عندها حلول والشعر حاله حال واسراره اسرار كثره وهواته بين قايل ومقيول اكتظت الساحه بشعار واشعار شيء يهول وصرت انا منه مذهول كل الخليقه جاهم اشعاف وطيار غاروا على الساحه جماعات وفلول تطرد ورا الشهره بهمه وبصرار في عالم مستقبله صار مجهول ما تدري ان الشعر له قيمه وكار سيفني ما ريبه على العرف مسلول سحر البيان اللي مضامينه كبار ما هو يصوغه قاصر وفكر مشلول. الله وجهك يا قحطاني ما شاء الله تبارك الله عندما تكون المشاركات الشعريه بهذه الجوده فبلا شك ان الرابح هو المستمع. حضورنا الكرام نستمع الان الى مبدع اخر مع الشاعر محمد بن سعد الدغفري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يمسيكم بالخير. الله يمسيكم نبارك الفرسان هذا الليلة ونقول لهم كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لهم وبارك عليهم واجمع بينهم بخير. سلام الله سلام يبري العله من الابدان على رؤوس الرجال اللي عريبات مجانيها وسلام الله على الحفله سلام الله على العرسان وسلام الله على اللي دعوته الطيب يلبيها وسلام الله على هاجد وسلام الله على هاجد يا زان الزمان وشار خوي معدوب الطيب ياخذها ويعطيها ابو هيف الكريم اللي علومه كل ابوها اسمار سلام المجد حاده باليمين اللي مضريها يرحب بالضيوف ويذبح الطليان والقعدان به ناس يغديها وبه ناس يعشيها بعدها يا عسى مبروك عرسك يا رفيع الشان ومبروك النبوك اللي علوم الطيب بانيها لقينا الطيب والتكريم والترحيب والصفطان بني اهله على مديل كامل معانيها هل الفجعات والجزعات وبطال على الحدان صدور كل مغاره مخالبها تدميها ولا يا شهر يا لا يا شهر يلي تشهرون السيف في الميدان
تصلون الحروب اللي تعم يصليها ولا ينعم فيكم يا رجال الحجر يا الشجعان سبلات الشيوخ اللي بعيدات هدويها وانا ربعي القوم في المواقف كلهم وانا ربعي القوم في المواقف كلهم في رشاد ترى الخيال منا تامن البن ترى الخيال منا يمن البن في مفاليها وانا ربعي القوم وكلموهم في اللقى في رشاد ترى الخيال منا يمن البن في مفاليها يقال الناس هم الا المنايا نخلف الاذهان اللي قامت عزاتي ما حد يقدر يناحيها وترانا في المواقف ما جهلنا سيرة العربة ولا نجهل فعول راسيها ودانيها على شبه الجزيرة ما نخص فلان ولا فلان شعوب المملكة يا صيبها يا حي طاريها وعسى ربي يعز المملكة وتعيش يا سلمان ولد عبد العزيز اللي من أهل الشرك حاميها وصلاة الله وتسليمه لمن أنزل له القرآن نبي الله حبيب الخلق رحمها وهديها. الآن مع المشاركة الشعرية القادمة مع الشاعر نسفر بن خلف العتيبي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مبارك للشيخ محمد بن صالح الشهري ومبارك للأخ هاجد بن محمد الشهري نتمنى لهم التوفيق. أبو هيف يستاهل الجية ويستاهل العنوة ومهما نقدم للطيب نعتبره قليل. نقول بديت بسم الله بذكره وتهليل الواحد اللي كلنا ننحني له من هاجسي وانسقت جزر المواويل خليتها ما بين منبر وشيله شاعر ما هو محتاج مدحه وتبجيل ما يقدمل بالبيوت الجزيله في حفل شجعان رجال الحلاحيل اللي تسهل الامور الثقيله جبت البيوت اللي عليها مداليل صوب الرجال اهل الكرم والفضيله سلام تسليمه عدد وابل السيل واعداد ما لاحت بروق المخيله عند الصحيفه اللي عن العز ما يميل ومال وقته بس طرير تكيله يا هاجد محمد لو احط واشيل ما وفيك حقك يا سمو الفضيلة يا هاجد محمد لو احط واشيل ما وفيك حقك يا سمو الفضيلة ومن دلة اهل الكيف سقنا الفناجيل والعود الازرق فالمباخر نشيله وانته من اللي يحتمون المداخيل دخيلهم يامن ويلقى حصيله قوم تحفظ الطيب جيل بعد جيل اهل المكارم كاسبين الجميله وانا من اللي مجدهم عانق سهيل معكم زود من زالنا دايم براس الطويله اعتيب اللي فلقسه تذبح الحيل معكم زود قبيلتني احيها من قبيله واليوم في حكم السيوف المصاقيل آل سعود معدلة كل ميلة واختامها عداد محل من ليل صلاة ربي للنبي كل ليلة صلاة ربي للنبي كل ليلة وسلامة الجميع. صح لسان أبو خلف. الآن مع الشاعر عايض بن حمدان الأحمري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. مشكلتنا طوال مع الميكروفون هذه صعبة داي ونحيي الشعراء الضيوف على المنطقة الجنوبية من قبيلة عتيبة ومن قبيلة البقوم والله يحييهم ترحيب السير عند صبيان بني شهر وحقيقة لنا أمل فيهم ولا لنا حق بعد كلام بني عمنا ولكن حن على الطريق وإن شاء الله أنهم يطيعونا وهذا الشيء بالتفاهم بيننا وبينهم إذا خلص المناسب ونستاذن بنيتنا جميع. من طالتكم
تقدم بنية الأهلاء والنواميس والطالة تقدم بنية الأهلاء والتواصل على الناموس والطيب مفتاح القلوب والتواصل على الناموس والطيب مفتاح القلوب بعدها يا سلام الله لقوم لهم عندي مكان بعدها يا سلام الله لقوم لهم عندي مكان أصلنا واحد وبلادنا واحدة والدين واحد بيرق من بيارقنا وفيهم سمعة الصالحين بيرق من بيارقنا وفيهم سمعة الصالحين والنعم يا بني أهل أحداد أواتنا وخيارنا هذا ما قاله التاريخ وسلافنا سابق ولاحق كلمات الحق نبديها وعشاقها يبدونها كلمات الحق نبديها وعشاقها يبدونها في مقام يشرفنا وجينا على سابق وعد عندها جد وابوها جد وعندها لصالح مجتمعنا عندها جد وابوها جد وعندها لصالح مجتمعنا والفرح عامر والقدر يبدا لبيضان الوجه والفرح عامر والقدر يبدا لبيضان الوجه والمضيف له التقدير والضيف له ترحيب وافي في ديار الجنوب ومجدها ما حد ينسى عنه في ديار الجنوب ومجدها ما حد ينسى عنه هذا ما قال أبو حمدان ولا أحماري منكم وفيكم والنواميس والطالات تقدم بنية الأهلاء والنواميس والطالات تقدم يا بني اهله وبني اهله معي مثل شوف العين تبلغ للشيخ غايب وحاضرين عزوة ابن العم وقت الرخا واللين باسم بالاحمر نقدم سلامنا وادعو الرحمن يحفظ امامنا ونقوي على المنافذ جنودنا ونقوي على المنافذ جنودنا والوفود اللي من الحين حتى العصر في رضاها جد وتقدير شايبه لا 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 في رضاها جد وتقدير شايبه سلامتكم جميعا العافية
ابو حمدان ايها الحضور الكرام مع الشاعر محمد الغفيري العتيبي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الله يمسيكم بالخير جميعا. انا شاعر اللي بالشعر ماقف مخبور عليكم زود وعقب صبي ما يجمل لقى دوره. بدينا بذكر الله وجال المثال دور عسى الله يعز الحكم عسى الله يعز الدين بحكم خلوره. هواجي الشعر ما تخون الوعد وتبور تداحم لو ان لها زبالين مهجوره. سلامي عقب ربا النجم وتبين نور على الحفل واللي شرف الحفل بحضوره. سلامي عدد ما بان نجم وتبين نور على الحفل واللي شرف الحفل بحضوره. علشان من في لازمه ماني بمحظور تهيب القريحه واطلبه غير مشكوره. تحجب يا ابن عايل ما دام الدلال تفور وعلى العصا ما هي بعوجه ومشكوره. تحجب يا ابن عايل ما دام الدلال تفور وعلى العصا ما هي بعوجه ومشكوره. ويا هاجد يا مع الطين يا الواض يا المنكور تزال القصيد بحفلتك جاك دكتوره. عليكم زود. ويا هاجد يا مع الطين يا الواض يا المنكور تزال القصيد بحفلتك جاك دكتوره. لو نقول فيكم من هجاني ومن مجرور ما يوفي هجان الشعر فيكم ومجروره. من يهلها اللي فعلهم بالوفا مقرور صار القصيد لهم تجيب اكمل الصوره. اعتيبي ولي في كل ديره حصن وقصور. اعتيبي ولي في كل ديره حصن وقصور ويبناي ما هي على الطيب مقصوره. ابد الوفا واخذ من اهل الوفا الميسور ولا كل رجل نقتدي فيه ونشوره. وترى الطيب الواضي لو انه ورا البحور ما دون السنينات المعادير معدوره. محمد زمون المرجله حفلها المشهور نجينا هو واجب مثل شرواه بنزوره. تزال البيوت بحفل مدحته تدعم والثور مثل فندق العبرود هذوت الثور. تزال البيوت بمدحته تدعم والثور مثل بندق العمود هاثرة الثورة. راعي مرحبا واقلط على حايل وملحور وراعي وقفة منها الرياجيل مبهورة. راعي مرحبا واقلط على حايل وملحور وراعي وقفة منها الرياجيل ملحورة. هم للعزوة اللي بالكرم من خلت مبخور بريشه نجات المواجيب مبخورة. ومن يهضم حقوق القبائل ضعيف الشعوب ونعمين واهل الطيب ما هي بمخسوره. حضرنا نشارك والعذر كان حصل قصور عسى كل طيب خمره الدوم مسكور. صح الله سالك. المشاركه الاخيره مع الشاعر فايز بن معاوه شاعر ومنشد ومبدع. السلام عليكم. الله يمسيكم بالخير. ابى اختصر احتراما للحضور واحتراما للوقت. والعد بجيب احسن من الشعار سبقوني. لا لي لا لا لي لا لي لا 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 ابى اذكر الله في البدايه وفي الختام وعلى الرسول المصطفى صلي وسلم من بعدها سلام وثاني سلام. سلام يا اهل المقدريه والاحترام يا اهل الكرم واهل الشجاعه واهل القدام. وهل تواريخ تشرف ما هي بوهام ويا هاجد اللي ما بتخفى مثيله. اذا حضر شرف ونوم اسق بايله. يحضر ويتميز ويثبت واجده أدلي من آل الشيخ ولا أسرى من الصالح دروع جنب راس مال وفايده. لا 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 لا
سلامتكم. صح الله لسانك وصح الله لسان الشعراء جميعا. نشكر لكم استماعكم أيها الحضور الكرام. مع فقرة التكريم هدية مقدمة للشيخ عايض بن ضاوي الرويس. يا هل الناموس وهل الجميع شعب على شان أوجاع من طيب ذاته وطيب معده. ضاوي الرويس البقمي تكريم. وانت والله اكبر من الكلام هذا كله. هديتكم مقبول على الراس مرفوع. تسلم. ومجمل ومكملين. جعلك ذخر. جعلك ذخر. يقول الطيب ما يستغرب من اهل الطيب. ما نجينا من بعد. جعلك ذخر ما نجينا من بعد. مرات كيفها ما نردين. قبل نردك. جعلك ذخر. انت والله نحقكم اكثر. والله. لكن هذه كسوة بشت. فانتوا اكبر من الكلام هذا. هدية عبارة عن بشت مقدمة للشيخ سعيد بن مسفر الحرقان. سعيد بن مسرع الحرقان. سنأخذ الأسماء بعد اعتباعا عشان الوقت. الصف واضح وعيونكم واضحة. لا 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 قدر قدر لنا الأحداث. قدر الشاعر سلمان بن عايض العتيبي. تفضل. وافين والله تسامح. الشاعر محمد بن مسرع القحطاني. والله علي كثير وانت عارف بيني وبين طيبك. والله هذا متعدين طيب. رجعك تسلم. الوافي الخوي الوافي جعلك ذخر. هنالك هدية مقدمة للشيخ محمد بن صالح وابنه هاجد بن محمد يقدمونها مشكورين وبيض الله وجيههم. سلمان بن عايض. أنا وافي يا جميل. لا عدلت. ما حصل صوت إلا الطيب كله جعلكم دفع. هدية مقدمة للشاعر محمد بن سعد البقمي. محمد بن سعد البقمي من هالكرم. الطيب كله والجميل كله والناموس كله. كلكم هالجميل. مرحبا والله يا ابو سعد. والله من حبك علي انه واحد كثير. انتم انتم والله انا والله نزل انا اكثر من كذا. انتم هذا العلم الطيب. جعلك ذخر يا ابو سعد. بعدين نجي صدق. شوف من اللي بعد يا ابو محمد. الشاعر مسفر بن خلف العتيبي. شاعر الجزل مسفر بن خلف بن حسين العتيبي. الشعر وفي المراجل والعلم الغامض كله. سلمك ابو حيان. والله اني مثل ام سلم. وانها ليله تختلف عن الليالي كلها. والله ما جابكم الا القرامه اللي في روحي. ما جابنا لطيف على الخطوط هذه كل بوها. وتعبكم. الشاعر عايض بن حمدان الأحمري. والله ما نقبل ظافر بن الأمير. الأمير للجزر.
راسه جاء ودعيناه من شعره الوافي من مراجل. الشاعر والمنشد فايز بن معاضة. والله هلك عليه جميل، والله هلك عليه جميل هذا الرجال، شلي لي قصيده والمواعده بعلوم واجب، ولكن هو مطلب الخويا هذا اليوم كل علوم بيني وبينه وبيض الله وجهه. هديه مقدمه للشاعر عبد الله بن الحميدي. عبد الله بن علي شاعر بن الحميدي الشاعر الاول قبل مرة نعطيك في كل وقت. هذا من أفضل الشعراء. استاهل. وقبل 40 سنة صار عليه حادث أثر عليه. والله إنه من أجل الشعر، ومن أطيب الشعر. لا في الكرم، ولا في الطيب، ولا في المراجل، ولا في الشعر. والله وجهه. الشاعر. معذورين. تكريم للشاعر المتألق محمد بن زايد. الأول شعراء بني أثله السابقين، هل المراجل وهل النواميس وهل الفتل والنقب. مرحبا مليون يا ابو زايد، المعدن الطيب ما يجي منه اللطيف. اعدلنا بس ارقب انت موفق صح الله لسانك. هديه مقدمه للشاعر المبدع حسن بن علي. هدية مقدمة لشاعر العربة والنظم والإبداع علي بن فلاح بن حويش. هدية مقدمة للشاعر ظافر بن فايز. بيض الله وجهه، شاعر نظم عرضه وعلوم تبع الراس وخويه في كل درب وكل مجلس. بيض الله وجهه. هديه مقدمه للشخص النبيل والشهم الشيخ عايض بن سعود الشهري بن شريع. قبائل الجنوب والسعودية. استاهل. استاهل. تنازل عن دية المبلغ بالملايين. استاهل. وعفى الوجه لله. حنا الهدية ما يبدل المقام يا أبو. والله بس المقام. ولكن هذا رمز. استاهل. باقي احد مختم؟ ظافر ناصر موجود؟ هدية مقدمة للشاعر المحبوب ظافر بن ناصر بن كليب. والله انا عنده قصيدة، عنده قصيدة ويقول والله ما طيب على العرب. ما موجود يا هادي. ويستاهل التكريم. استاذ جاء 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 هذا هو. سمع سمع سمع. تعال يا ابو ناصر. هذا ابن تليب الشاعر ابن تليب هو قدامي الشعار اللي ملومسين بني اثره من سابق الدنيا ملومسين بريشه. والله ان عيلة قصيدة مسويها قال ما ابغى تعبر القلب. ولا الجزارة العمر ماهو. هدية مقدمة للشيخ مبارك بن سعود بن فرحان قارئ القرآن. وين وين مبارك؟ الشيخ ناصر بن محمد بن فرحان تفضل. وين يا بن فرحان؟ تعال يا إعلام. تعال يا يا
الشاعر والمبدع والمتفرد له هدية خاصة، وهو الشاعر محمد الغفيري العتيبي. مرحبا يا محمد. المذيع عنده الأسماء واجد، والله يحييك، وانت خوي ان عمرو مسرع مبدع وشاعر، واقل ما نقدمه لك محمد بيض الله وجهك، وانا جابك لطيف راس وقرابه وعدلنا على سمعتك الطيبه وعلى علمك الطيب ومحجاب وعدلنا قصر دار الشاعر القادم بقوه، شاعر بن يثله المبدع عبد المحسن بن عوره بن ناعم. هذا عبد المحسن بن عوضه نسيب عيالي الاولين، هذا اخوه شاعر يفتل البيوت فتح علمه يرفع راسه، هذه هديه له وعزمنا يا ابو عوضه انكسر درب يستاهل. وفي الختام نشكر لكم طيب استماعكم وجميل متابعتكم، سائلا المولى عز وجل أن يديم على هذا البلد أمنه واستقراره هذا، وصلى الله وسلم وبارك على محمد.